السلام عليكم، معكم علي. أهلا وسهلا بكم بدرس جديد. إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. وإذا كنت متابع سابق للقناة ونسيت أن تشترك انزل تحت في زر أحمر اضغط عليه لتكون من المشتركين ومتابعين لهذه القناة. نتكلم في هذا الفيديو عن الجزء الثاني من المضارع التام Present Perfect. كما قلنا سابقا المضارع التام فعل حدث وقع في الماضي لكن له نتائج وأثار في الوقت الحالي. أيضا قلنا الماضي البسيط يركز على زمن حدوث الفعل، بين المضارع التام يركز على الحدث نفسه. كمان على المضارع التام بيكون شكل الفعل مكون من جزئين have أو has، وعندنا الفعل بالتصريف الثالث يعني past participle، ونترجم have و has بلقد. لقد التأكيدية كما قلنا في اللغة العربية تؤكد على حدوث الفعل. بهذا الفيديو نتعلم كيف استخدم المضارع التام بشكل صحيح، وتكون عندنا استخداماته سهل لدينا، بالتالي اعرف استخدمه ككتابة او محادثة. بالتالي معرفة المضارع التام ينقلنا الى مستوى اعلى في تعلم اللغة الانجليزية، بالتالي حديثي وكتابة باللغة الانجليزية بيكون افضل ومستوى اعلى. ونتكلم في الفقرة الاولى عن استخدامات هذا الزمن، الفقرة الثانية نتكلم عن قواعد عامة تخص أو تتعلق بهذا الزمن. أول استخدام لـ Present Perfect المضارع التام بيكون عندنا Past Events أحداث ماضية and Activities ونشاطات with Results بـ Results نتائج or Consequences آثار أو نتائج in the present في الوقت الحالي أو في الوقت الحاضر. Past Events and Activities with Results or Consequences in the present، إذن أحداث ماضية ونشاطات بنتائج وآثار في الوقت الحالي أو في المضارع. لحظة، مثال أول: Her last story has been a great success. لقد كان لقصتها الأخيرة نجاح رائع. لاحظ Her last story. Story قصة، last السابقة والماضية والأخيرة، قصتها لاحظ قصتها الأخيرة has been. إذن هذا الفعل بالمضارع التام لاحظ am is are بالتصريف الأول أو الشكل الأول للفعل. الشكل الثاني للفعل بيكون عندنا am و is was، بيكون عندنا are were. verb 3 من أفعال الكون بيكون عندنا been has been، يعني لقد كان. كما قلنا have was ترجمها لقد. لقد كان لقصتها السابقة أو الماضية نجاح عظيم. إذا استخدمنا المضارع التام، كيف عرف المضارع التام؟ لأنه has وبين verb 3 بالتصريف الثالث. ماذا يعني ذلك؟ حدث في الماضي لكن له نتائج في الوقت الحالي. She is well known person now. هي شخصية معروفة أو مشهورة الآن، أو أنه she is a famous person. هي شخصية مشهورة الآن بسبب ماذا؟ قصتها السابقة. إذا قصة في الماضي كتبتها في الماضي وتناولها الناس في الماضي، لكن الآن أصبحت مشهورة بسبب هذه القصة. إذا الحدث وقع في الماضي لكن له نتائج في الوقت الحالي. I've lost my keys. لقد أضعت مفاتيحي أو أضعت مفاتيحي، بس إحنا دائما نستخدم لقد تأكيدية. وأيضا عشان نعرف أثناء الترجمة لقد كيف أترجمها، لقد أترجمها have و has. من أسمع كلمة لقد على طول أحولها إلى have و has. I've lost my keys. لقد أضعت مفاتيحي. لاحظ I've هي اختصار لي I have lost my keys. لقد أضعت مفاتيحي. طيب حدث وقع في الماضي، ما هي النتيجة؟ I can't open the door. لا أستطيع أن أفتح الباب الآن. إذن ضيع مفاتيح في الماضي لكن له نتائج حالية. ما هي النتيجة التي تسبب بها ضياع المفتاح؟ هو عدم قدرتي أو تمكني من فتح الباب. إذن أول استخدام للمضارع التام حدث وقع في الماضي لكن له نتائج في الوقت الحالي. الاستخدام الثاني من الـ Present Perfect المضارع التام A single or repeated action in the past، يعني حدث مكرر أو وحيد في الماضي، حدث واحد يعني أو مكرر في الماضي. Often with adverbs غالبا يأتي مع ظروف such as مثل often or often sometimes. إذا often أو often في نفس الشيء. When we don't know عندما لا نعرف or aren't interested ولسنا مهتمين
and exactly when they happen. لسنا مهتمين بالضبط متى حدثت. يعني إذا كان عندنا حدث مكرر في الماضي ولا نعرف متى وقع هذا الحدث ولسنا مهتمين متى وقع لكن يهمنا الحدث، نستخدم present perfect. ماذا يعني نستخدم present perfect؟ يعني لازم يكون عندنا استخدم have or has verb 3. مثال: I've walked across the new park. لقد مشيت أو مشيت عبر المنتزه الجديد. متى؟ It doesn't matter when exactly I did that. ليس من المهم متى فعلت ذلك بالضبط، المهم أنه أنا مشيت في هذا المنتزه، ممكن قبل سنة، قبل يومين، قبل ثلاثة، ما يهمني، يهمني الحدث نفسه أنه أنا مشيت في هذا المنتزه. I've هي اختصار لي I have. Have you ever eaten sweet potatoes؟ هل سبق لك أن أكلت بطاطا حلوة؟ لاحظ إيفر من قبل، يعني هل تناولت من قبل، يعني هل سبق لك أن تناولت بطاطا حلوة؟ It doesn't matter when، ليس من المهمة، يهمني الحدث أنه أنت تناولتها أو جربت طعم هذه البطاطا الحلوة أو تناولتها، متى ليس مهم، المهم أنه جربت هذا الحدث. I have often dreamed about going to the South Pole. حلمت أو لقد حلمت بالذهاب للقطب الجنوبي أغلب الوقت، أنه أحلم بهذا الحلم. متى حلمت؟ ممكن يومين، قبل يومين، ثلاثة، شهر، شهرين، لكن هذا كان حلمي أو حلم يراودني، معناته أنا ما أعرف متى كان هذا الحلم، لكن هذه اللحظة يراودني هذا الحلم أن أنجزه. إذن الاستخدام الثاني للمضارع التام بيكون حدث وقع في الماضي لا نعرف متى وقع، يعني لا نعرف زمن حدوث هذا الفعل أو وقت حدوث الفعل ولسنا مهتمين، يهمنا الحدث نفسه. الاستخدام الثالث والأخير: things that started in the past and continue up till now, often with adverb or adverbs such as always, since, for, all my life. إذن أشياء نستخدم مضارع التام مع أشياء that started بدأت in the past بدأت في الماضي and continue up till now وما زالت مستمرة لهذا الوقت أو لي أو حتى هذا الحين. Often with غالبا ب adverbs ظروف such as مثل always دائما since منذ for لي أو لمدة أو لأجل all my life طوال حياتي. إذا كان عندي أحداث بدأت في الماضي وما زالت مستمرة إلى هذا الوقت إلى هذا الحين نستخدم المضارع التام. إذا بدأت في الماضي لكن مستمرة إلى هذا الحين. I've always loved travel. يعني لقد أحببت دائما السفر، يعني قبل بدأ حبي للسفر وما زال أيضا في الوقت الحالي أحب السفر. إذا I still like travel وما زلت أحب السفر. إذا حدث الحب وقع في الماضي وما زلت وما زال الحدث الحب مستمر. How long have you been a travel writer؟ How long ترجمة كم صار لك كاتب عن السفر أو تكتب عن السفر. إذا الحدث الكتابة أو كونه كاتب عن السفر في الماضي وما زال الوقت الحاضر يكتب عن السفر. إذا الاستخدام الثالث للمضارع التام: حدث وقع في الماضي وما زال مستمر إلى الوقت الحالي، نستخدم معه ظروف مثل since, for, all my life, always. كما قلنا نتكلم عن for بشكل الزمن، تكلمنا عن استخدام متى استخدم الزمن هذا، نتكلم في هذه الفقرة عن general rules، إذا قواعد عامة تخص هذا الزمن. كما قلنا الفعل مكون جزئين: subject عندنا complement بشكل طبيعي، جملة بالإنجليزي فاعل تكملت الجملة، هذا الفعل بالمضارع التام have والفعل بالتصريف الثالث. لاحظ متى نستخدم have و has؟ إذا كان عندنا I, we, you, they نستخدم معهم have، he, she, it نستخدم has. يعني I have, we have, you have, they have, he has, she has, it has. لا أستطيع أن أقول they has, he have. كما قلنا دائما he, she, it يكون كلمة بعدها مضاف لها s. إذا he, she, it يكون بعدها s فقط لتسهيل المعلومة. إذا كان عندي do و does أستخدم does. إذا كان عندنا eat, eats أستخدم eats. إذا كان عندنا was, were أستخدم was. إذا كان عندنا have و has أستخدم has. إذا كان عندنا is, are أستخدم
S. إذا فقط لتسهيل المعلومة إنه هي شيء تأخذ S. أيضا إذا كان عندنا جمع مثل كلمة people الناس أستخدم have. إذا كان كلمة person شخص واحد أستخدم معها has. إذا كان مثلا أحمد and خالد، أحمد وخالد أيضا نستخدم have لأنه جمع. بالمفرد إذا كان بس أحمد نستخدم has، إذا كان مفرد نستخدم إذن has. أيضا أختصر، أيضا أختصر have أحذف ال h a أضع apostrophe بعدين v e، has أيضا أحذف ال h a أضع apostrophe s. يعني ممكن أكتب I have أكتبها I've. They have. They've. You have. You've. We have. We've. He has. He's. She has. She's. It has. It. إذا نختصر بس حرف ال H A، ال H A have has نضع بدلها apostrophe ونكمل باقي الحروف. الحين يرجع في فيديو عن اختصارات جميع الاختصارات لأفعال المساعدة في اللغة الإنجليزية. أيضا نترجم have has كما قلنا بلقد. لقد هي التأكيدية. بهذا الشكل تحدثنا عن استخدامات المضارع التام كما قلنا له ثلاث استخدامات، وتكلمنا عن قواعد عامة تخص هذا الزمن. إذن هذا الجزء الثاني من المضارع التام. الحب يرجع على الجزء الأول عن المضارع التام، راح نتابع أيضا بالجزء الثالث كما قلنا في سلسلة عن المضارع التام بحيث يصير استخدام أو يصبح استخدام هذا الزمن سهل لدينا. بهذا الشكل انهينا درسنا هذا اليوم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.